قد صرخت أمي حنطة سوداء. إنها لذيذة جدا هذه الحبوب. ولدينا أيضا الرانكة المملحة. هذا لحم الديك الرومي اللي حنطة سوداء. تضع أمي هذا اللحم والسوائل فوق الحنطة السوداء. هذه لامينارية نباتات بحرية. إنها غنية باليود. وأيضا هناك جزر وخضروات أخرى. بيض مقلي، بيض مسلوق، بطاطس مسلوقة بنفسجية ساخنة. новый сорт цвели картофельки. В нас радоне вот такое فيولاتا. هذه البطاطس عادية. نعم. وهذه بنفسجية مفيدة للصحة. نأكل الرانكة المملحة مع البطاطس المسلوق. شهية طيبة. مرحبا. السلام عليكم. الآن نحن نتمشى في مدينة بوريسبيل. وصلنا إلى هنا لنزهة ولإصلاح بعض الأمور. الآن نحن في مركز مدينة بوريسبيل. هذه المدينة تقع في محافظة كييف. إنها ليست كبيرة جدا ولكنها تشتهر بوجود المطار الدولي. هنا باقي الثلج. طبعا هذه نافورة ولكنها لا تعمل في فصل الشتاء. نعم في فصل الصيف هنا نافورة كبيرة وهنا مثل مسبح. انظروا إلى حمام. ربما الحمام عطشان. من هذه الجرة يخرج الماء. هنا مباني إدارية. كثير من المقاعد. والآن سنتجه إلى ساحة أوروبية. أمامنا فندق صغير. اليوم آخر يوم من فصل الشتاء وفقا لتقويم السنة. وغدا اليوم الأول من شهر مارس آذار. سيبدأ فصل الربيع. انظروا مقاعد كثيرة. الناس يستريحون. انظروا إلى هذه الكتلة من الثلج الأسود. ما شاء الله. وسط الساحة الأوروبية نافورة. إنها تضاء في المساء والليل. الآن طبعا لا تعمل النافورة ولكنها ملونة وترقص. المظهر جميل جدا. هنا جرات كثيرة. جرات جميلة كأنها آثار تاريخية. نعم الجراد هناك. هنا طريق يؤدي إلى العاصمة الأوكرانية مدينة كييف. حلزونة.
بوريسبيل اسم هذه المدينة. ها هو أغلى فندق في مدينة بوريسبيل، يقع في مركز المدينة. نتجه إلى بارك تاون، مركز تجاري. الآن نحن في ورشة لفيف للشوكولاتة والقهوة. نجلس في المقهى ورشة الشوكولاتة، انظروا إلى هذه الجدرية جميلة. اخترنا حلوى الشوكولاتة. توجد هنا قهوة مختلفة. أيضا شوكولاتة بأشكال مختلفة ومكسرات مغطى بالشوكولاتة. الآن قد حصلنا على ما طلبناه. هل هذه الحلويات لذيذة؟ لذيذة؟ لذيذة. شهية طيبة. هذا ما طلبناه. هنا شوكولاتة وهنا لوز وهنا آيس كريم. ما شاء الله. وكذلك قشطة. أحب هذا المقهى، ودائما هنا زهور حية. أمي وسخت نفسها بالشوكولاتة. والآن نحن في ماكدونالدز. هذه محطة الباصات التي تنقل الناس إلى كييف العاصمة الأوكرانية. هنا توجد أكشاك مختلفة. عندنا في أوكرانيا كثير من اللوحات التي تلصق عليها إعلانات مختلفة، وهكذا مثلا أمي قرأت إعلانا وأخذت رقم هاتف. تنام الكلاب على هذه الكتل من الأوراق القديمة. بمجرد ذوبان الثلج نبدأ ننظف الأرض والشوارع. هذا محل روشان للحلويات. هذه واجهة لمحل روشان. هذه الشركة الأوكرانية التي تصنع الحلويات مشهورة في العالم كله، وتوجد للشركة شهادات الحلال، لذلك تصدر حلوياتها الأوكرانية إلى الدول الإسلامية بما في ذلك الدول العربية.